عادت هذه المدينة لما كانت عليه في الماضي. طبعا الجانب الأيمن وهذه المنطقة القديمة لها خصوصية، لها خصوصية في استقبال رمضان، لها خصوصية في إحياء هذه الشعائر وهذه الأمسيات. ما زال الطبل في وقت السحور يضرب في المناطق والعوجات القديمة مع الركام الموجود والبيوت المهدمة، لكن هذه الجمالية ما زالت باقية. دائما ننتظر رمضان لان نعيش هاي الاجواء، خصوصا بعد الفطور تلاحظ الاسواق الشعبيه تزدهر، دائما المناطق الشعبيه تكون حركه فيها من الاطفال والكبار والنساء، الكل يكون برا دائما، اجواء يعني ما نلاقيها ببقيه المدن، اجواءنا احنا بينا خاصه بينا يعني. تجاوبتها والرماد غنت بغاسي كل من ساعة ساعة عرفوا أن منطلقات حضرت تقع الحلقة وينزل القلب بعدين طلع فوق تحت والتحزيطة هذا أبو الأولاد ريح يقوم يرجع جودي وهذاك الوقت المهم وبدت الثالثة تحكي قصته. القصخون هو يعتبر من الرموز الجميلة التي كانت تمارس بعد صلاة العشاء، أي بعد صلاة التراويح بالتأكيد يعني حصرا، فكانت الناس تتفاعل مع هذه الأحداث، حتى كانوا يتشاجرون يقسمون إلى فئتين، فئة مع البطل ليش سوى كذا وفئة ليش ما سوى كذا، يتفاعلون فيما بينهم، وكانوا يستفادون من هذه القصص الكثير من العبر والدروس. جزء من العادات والتقاليد في الموصلية هوية، كل مجتمع له هويته وله يعني طابعه الخاص، لهذا الحروب والظروف الأمنية ضربت هذه الهوية وضربت هذه العادات والتقاليد. اليوم نرى أن أهل الموصل عادوا من جديد إلى السهرات، إلى إعادة المطبخ الموصلي إن كان في المنازل أو حتى في المطاعم، وإلى لعبة المحيبس ولعبة الفار والحكواتي. Thank you.